حبيبتي، ما انا كويسه اهو. جرى ايه يا ماما؟ ما انا مكلماكي 50 مرة طول النهار. ماشي حبيبتي. لا والله راجعه على البيت على طول. طب والنبي اعملي لي حاجه اكلها، انا ميته من الجوع. ماشي حبيبتي. ماشي حاضر. لا اله الا الله. احنا كده هنقع واحد ورا التاني. يعني الموضوع وصل للتصفيه الجسديه؟ ده مجرد انذار يا حبيبتي. يا نسمة ربنا يستر عليها وعلى مامتها. حضرتك عارفه ان الحاله هتاخد لها 24 ساعه لغايه ما تزول حاله الخطر. مش معقوله هتفضلي قاعده جنبها لحد ما تفوق. ايوه يعني انتوا هتعملوا امتى الام ار اي؟ الصبح ان شاء الله. انا عايز حضرتك تطمني خالص، ارجوك ما تقلقيش، وان شاء الله هتعدي منها وهتبقى كويسه. في ضابط بره عشان الحاله اللي جت. قدامك مش اقل من 48 ساعة عشان تقدر تستجوبها. حضرتك بتتهمي حد بالاعتداء عليها؟ لا يا فندم. لا ازاي يا طنط؟ علاء عنده حق يا طنط، مين يعني اللي هيكون اعتدى عليها بالوحشية دي وهي راجعة من مظاهرة التحرير غير الناس اللي هي ضدهم؟ وخصوصا بعد البرنامج اللي عملته وهجمت فيه القوى الاسلامي السياسي واللي اتخانقت فيه مع الضيف. احنا بنتهم عناصر متطرفة. الاتهام لازم يكون موجه لشخص معين. يمكن الكلام اللي بتقوليه ده ينفع في برامج التلفزيون. مش هتقولي الناس ما تهمل شوية بقى؟ قلت لها والله بس ما فيش فايدة. أنا مش فاهم هي عايزة إيه؟ عايزة البلد تولع أكتر ما هي ولعة. ما تسيبوا البلد تستقر عشان الراجل يعرف يشتغل وعجلة الإنتاج تدور. إنتاج إيه؟ هو يعني الإنتاج كان مكسر الدنيا والمظاهرات هي اللي عطلته؟ وبعدين أصلاً هي الناس نزلت ليه؟ مش عشان ما فيش حاجة اتحققت من أهداف الثورة؟ الله الله الله، أنتِ هتعومي على عمها؟ أنتِ عايزة الفساد اللي كان في 30 سنة يخلص كده في كام شهر؟ بقول لك إيه؟ لازم تبعدي عنها شويه، احنا مش ناقصين مشاكل. الله يبارك لك. انت بتحلم يا محمود، ومن فضلك ابعد عن اعز صديقه ليا وزميلتي في الفرقه. الفرقه كمان شوفي لك فيها حل. هذا وقد تم الاعتداء على عازفه الكمان الاولى نسمة الراعي، وتم تكسير سيارتها بعد عودتها من مظاهرات التحرير بالامس، وهي تركض الان في غرفه العنايه المركزه. طب مش ممكن يكون حد غيرهم؟ مش جاهز يا جماعه بلطجيه من اللي موجودين في مصر من اول الثوره. كلهم بلطجية، اللي بيبلطج بالشوم والمطاوي واللي بيبلطج في السياسة. خديجة تقصد تقول انتوا ليه متأكدين انهم عناصر دينية؟ عشان دي مش أول مرة. أهل أنيس قالت لك أهو، أحمد طه زميلنا جاله تهديدات واتخطف قبل كده. ويوم جمعة الحساب دخلوا كسروا منصة في التحرير، ولما راحوا مدينة الإنتاج الإعلامي وحصروها، وكسروا عربية المذيع ده. طب ما هو سهل أي حد يربي دقن ويلبس تيشيرت مكتوب عليها اسم أي حزب ويعمل اللي يعمله. وبعدين ما هم كمان يا جماعة مقراتهم اتحرقت. خديجة عندها حق. حضرتك اللي بتقولي كده يا طنط؟ طبعا يا حبيبتي، انا ما اقدرش اسلم حد. مش معقوله اكون بدعي ربنا في كل ثانيه انه يقومني بنتي ويرجعها لي بالسلامه، واتهم حد ويطلع اتهامي باطل. انت طيبه قوي يا دكتوره سوسن، وعشان طيبتك دي وعمالك الطيبه باذن الله ربنا هيقوم نسمه بالف سلامه. وبيقولي خديجه قالت يا رب يا خديجه يا رب. جماعه البيت بيتكم، انا لازم اقوم لنسمه يا دوبك عشان الاشعاعات. كلنا جايين معاكم. لا كلنا جايين معاهم. وايه يعني اهميه نسمه دي عشان يضربوها؟ أنا قلت نفس الكلام، قلت مش يمكن ناس بلطجية طلعوني مش فاهمة حاجة. عشان ثبتت الراجل بتاعهم اللي كان طالع معاها وأحرجته على الهوا ومعرفش يرد عليها واتخانق. أنا مستغربة إزاي يبقى واحد متدين وبيسجد لربنا ويتعدى على إنسان بالوحشية دي؟ وهو يعني العساكر الغلابة اللي قتلوهم على الفطار في رمضان دول مش اللي عملوها فاكرين إن هما كده بيجاهدوا في سبيل الله؟ دول بيبقوا عاملين زي سلاح واحد ماسكه مستخبي، وهو اللي بيوجههم يعملوا إيه؟ يعني هما مجرد أداة مش أكتر. العيب على اللي بيملى دماغهم بالافكار المتطرفه دي وبيدي فرصه عشان يشوه الاسلام. حبيبتي يا نسمه، عيطت اول ما شفتها والاسلاك خارجه من كل حته في جسمها. ايه يا يوسف مالك؟ ده انت ما فتحتش بقك بولا كلمه، ما قلتلناش ايه رايك انت في موضوع نسمه ده.
الله أكبر. الحمد لله التجمع الدموي ما عملش اي مضاعفات، ما كانش ضاغط على المخ وسحبناه خلاص. الحمد لله الحمد لله. عملتوا اكس راي على باقي الجسم؟ احنا كنا خايفين من اي نزيف داخلي، بس الحمد لله الام ار اي كله فري. هتقعد في العنايه لحد امتى؟ كلها 24 ساعه كمان وتتنقل غرفه عنايه لوحدها. كما قلت لكم مرارا، كلما اتحدت اصواتنا زاد تاثيرها، يجب ان نكون صوتا واحدا، ننحني بكل ادب واحترام ثم أصرخ بملء فمي وأنتم ورائي: الفيل يا ملك الزمان، الفيل يا ملك الزمان. يا جماعة المسألة تحتاج إلى تنظيم، إن لم تتوحد أصواتنا ضاعت قيمة شكوانا، لنجرب مرة أخرى: الفيل يا ملك الزمان، الفيل يا ملك الزمان. كسر النخيل، كسر النخيل. قتل ابن محمد الفهد، قتل ابن محمد الفهد. اشتدت الأحزان، اشتدت الأحزان. الآن صرنا جاهزين، على المنادي أن يطوف البلدة ولنذهب إليه بعد صلاة الجمعة. الحمد لله وحشتني قوي. هي وحشتنا كلنا بصراحة. ده الميدان كله عايز يجي يزورها. إن شاء الله كلها أسبوع وهي اللي هتزور. أنا مش عارفة أشكركم قد إيه على تعبكم معايا. هتشكرين على إيه يا طنط؟ دي ناس مديل بوب بتاعتنا. أيوة حنين. صلى وسلم ذو الجلال عليكما، ناح الحمام بصوته وترنما، بدر تجلى بالطواف كأنما، قمر توسط في السماء الأنجما. قلت عديني منك موعدا أحظى به أقضي به ما قد أتم المحرمة. فتبسمت خجلا وقالت يا فتى أفسدت حجك يا محل المحرمة. كفاية يا مولانا. كفاية يا حبيبتي. كفاية سبسبة، ده أنا متهيألي يوم فرحنا نفسه ما عملتش كده. يا شيخة بطلي فترة، بلاش أسرح شعري، عايز اطلع على الناس منكوش لما يشوفوني يقفلوا التلفزيون. مش هيقفلوه، مش هيقفلوه طول ما انت بتطلع تغني مش تفتي. وبعدين بقى احنا مش هنخلص من الموال ده. لو سمحت يا خديجه بعد اذنك بلاش تطلعيني متوتر على التلفزيون. انا بوترك؟ امال انا بحبك يا ابو علي وبغير عليك، اعمل ايه؟ طيب حبيبتي وانا بموت فيك، بس كبري دماغك شويه.